ضربه القضيه هتتشال الاهلي معلم اكل. قلنا يوم الاربع اللي فات يا رب كده نيجي يوم الاحد ونقول صباح الانتصارات وقد كانت. صباح النصر، صباح البرونزيه، صباح الثلاثيه، صباح كل حاجه حلوه. وكمان هنضيف النهارده عشان النهارده بنتكلم 14/2/2021، يعني عيد الحب، يعني هنقول صباح الحب. ويا رب بس كده الحب يكون في حياتنا كلنا، مش لازم تحب. على فكره الفالنتاين مش بس ان انا احب شخص معين، انا ممكن احب اهلي، احب اصحابي، احب بلدي، احب النادي اللي انا بنتمي ليه، احب اي حاجه بتسعدني في الدنيا. صباح الفل عليك يا كريم. صباح العسل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي الاعزاء المحترمين الاوفياء في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا في حلقه النهارده اللي بطبيعه الحال اكيد هتكون مليانه موضوعات مهمه، مليانه موضوعات اخبار مهمه، الى جانب بقى ان هيكون عندنا تاتش احتفالي كده، حاجه كده على الضيق يعني. فضل خير حضراتكم في حلقه النهارده. اولا طبعا بمناسبه عيد الحب فالناس بتهادي بعض، حاجات بسيطه يعني. برضو انا عايز اشكر الزملاء اللي جابوا لنا شوكولاتات، وانا محضره لك حاجه كده. ايه يا راحت فين بقى؟ الله 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 الله. اهي ليه بقى ما نقول الاعلان؟ يا مشاعرك الحلوه، يا مشاعرك الحلوه. انا بالنسبه لي انت عارفه موقفي كويس، انا عارفه ان انت عارفه وشرحته لك بره قبل الهوا مباشره. حابه ندي للناس فكره؟ لا لا خلاص. كل سنه وكل الناس يا رب بخير، وكل سنه وفريق 10 صبح في الاهلي دايما بخير ودايما مع بعض ودايما ناجحين باذن الله. وقناه الاهلي ببرامجها المختلفه وزملائنا جميعا يا رب يكونوا دايما كده سعداء وناجحين. وخليني احكي لك كده قصه سريعه جدا حصلت لي النهارده وانا جايه الصبح. بجد انا انبسطت يعني، بغض النظر عن ال10 جنيه اللي انا هحكي قصتها، بس انا انبسطت جدا. انا جايه النهارده عديت من على البوابات بتاعه الصحراوي، فالبوابة واحد قاعد على الكارتة بتاعتها. فالمهم فوانا بديله 10 جنيه عشان هي الفيز 10 جنيه يعني. فقال لي لا لا النهاردة الفالنتاين اتفضلي انا هدفع 10 جنيه. انا بكلمك بجد والله العظيم ده حصل الصبح وانا جاية. فقول له لا لا والله ما يصحش وبتاع وكده. فبيقول لي لا خلاص النهاردة الفالنتاين، كل سنة وحالك طيبة. وعداني. هي بغض النظر عن 10 جنيه هي لمسة انا انبسطت يعني. كنت اصلا عايزة اقول لك صحية ولسه ما فقتش وكده، الحركة ابقى مبسوطه. يعني بجد حركه. كان قال لك ايه؟ على كل سنه طيبه وهابي فالنتاينز عليكي وعلى كل طبعا الناس الجميله اللي بيتابعوا حلقتنا النهارده. بس قبل ما نروح برضو لاخبارنا، محدش ينسى او يعدي اليوم ده في يعني كده لمسات صغيره. لو اي راجل متجوز تبقى حلوه ان انت يعني تهدي مراتك، ولو حتى ورده على فكره بتفرق كتير. فنتمنى امنا، ابونا، اختنا، على فكره زميلتنا في الشغل برضو ما يضرش. الله. طيب يبقى كده بقى طالما التلقيح اتكرر مرتين في نفس اللينك يبقى هنا تجدر الاشاره يا حضرات ان حصل الموقف كالاتي. انا كنت عارف من الاول خالص ان هي عندها ايه ميول طبعا باريسيه، واختياراتها في الشوكولاته بصفه خاصه اختيارات يعني في منتهى الحفلطه الحقيقه. فانا كنت عامل حسابي ان في مكان معين اللي انا حكيت لك عليه اللي تحت ده هنفطر منه. ما كنتش اعرف. لا غير اللي انت هتجيب لي منه، اللي انا كنت هجيب منه حاجه معينه. جيت اتفاجئت ان هو قافل، ومش قافل عشان لسه ميعاد الصبح بدري، لسه ما فتحش اصلا رسمي ده محل جديد. رحت مكان تاني جنب المكان هنا، ما كانش عنده غير، قلت لك ما كانش غير عنده غير حاجه معينه واكيد مش يعني لا تتناسب مع. فاقترحت عليها احتفالا بعيد الحب النهارده احلى سندوتشات فول وطعميه على بتنجان. واحتفالا بالحدث السعيد قلت لها هنزود البتنجان. انا حسيت ان هم يردوا، ما حسيتش هي. انا حسيت الجمهور هو اللي يرد على اللي انت قلته ده.